عن المرصد الوطني للسلامة المرورية للحديث على أهم ما يميز الحركة المرورية اليوم في تونس. صباح النور سي مراد. بارك الله مسعد الايام ليك وكافة الفريق اللي عامل معكم كل جو في اذاعه اكسبريس اف ام. شكرا على الاستضافه. شكرا ليك لقبولك تفاعلك معنا. اذا سي مراد، لليوم 21 ديسمبر، كيفاش تقيم الحركه المروريه على الاقل التوقعات اليوم في تونس الكبرى؟ طبعا الحركيه باش تكون على غير عليها العطله، في بطبيعه الحال باش تلقاو حركيه يمكن فيها سلاسه في عديد المحاور على فرار المدخل الجنوبي للعاصمه، ونتوقع معناها باش تلقاو شويه معناها اكتظاظ على مستوى مستشفى الحروق، ولكن في المجمل باش تلقاو الحركه عاديه. نفس الشيء على مستوى الروتيكس انطلاقا من الدندان وصولا الى محاوله المطار، ونتوقع باش تكون الحركه فيها شويه كثافه على مستوى باردو، كذلك على مستوى حي الرماله، تباعا على مستوى محاوله المنار. تنفرج الحركه شيئا فشيئا على مستوى مدخل مدينه العضور، نمشيو الى شارع يغوطا ومنه الى ساحه باستور وشارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جانفي. نتوقع باش تكون حركيه فيها شويه كثافه على مستوى شارع البيبراي، كذلك على مستوى شارع خير الدين باشا، تباعا على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه، وين دورهم باش يودونا الى وسط العاصمه. نمشيو لساحه باردو. نسمع فيك سي مراد. شوفوا نمشيو لساحه باردو ومنها هي عبر شارع شهير مارس وصولا الى ساحه باب سعدون، كيف كيف تلقاو فيها الحركه عاديه. ساحه باب سعدون ومنها الى وصولا الى ساحه القصر عبر شارع 9 ابريل، كيف كيف تتوقع تكون فيها حركه عاديه، ولكن فيها بعض الاكتظاظ خصوصا على مستوى باب سيدي كاسم، ثم وصولا الى نهج الساحل ووصولا الى ساحه 13 اوت بطبيعه الحال على مستوى البرديه. نفس الشيء على مستوى شارع عثمان بن عفان بطبيعه الحال على مستوى المزه السد والتخاطب مع شارع فاضل بن عاشور في مرحله اولى، ثم في مرحله ثانيه على مستوى نهج جعفر البرمكي اللي بدوره باش يودينا الى الصيدليه المركزيه. شارع الان سفري هذا كيف كيف تتوقع تكون في حركه عاديه. نفس الشيء على مستوى المج وشوارع وسط العاصمه على مستوى شارع باريس شارع كفاش، طبعا اخذا بعين الاعتبار بالعطله المدرسيه وكذلك الجامعيه. الدعوة توجه إلى متعمدي الطريق عبر إذاعة إكسبريس إف إم، وبطبيعة الحال النصائح اليومية حول التخفيض من السرعة ناخذ كذلك بعين الاعتبار العوامل المناخية واللي مثل هذا يمكن فما بعض التساقط للأمطار واللي لاحظنا هذا الشيء البارح في الليل، دونك نخلو كذلك مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى مكاننا مرض التفاعل عند الاصطداء، نرد بالنا على المترجلين زاد كذلك وخصوصا وقت اللي باش يشقوا الطريق من الاماكن معناها المخصصه لهم، يعني المطارات الخاصه بالمترجلين، ولهنا دعوه الى الهياكل المعنيه حول معناها مزيد توفير ومزيد اناره المحور بتاع المترجلين خصوصا على غرار هذا العلامات الداله. وبطبيعه الحال بالنسبه للسيارات وقت اللي يشوفوا مترجل بطبيعه الحال يزورهم يعطيوها الاولويه القصوى حتى يشق طريقه لسلام. هذا عشان نجموا نعطيوا على مستوى النصائح ومستوى بعض الطرقات اللي بتشهد اكتظاظ. تشرفني يا زينه ويوم صحيح لكم ان شاء الله. شكرا لك سي مراد على كل هذه المعلومات والتوضيحات. اذا ردوا بالنا على رواحنا الناس الكل، طريق السلامه للناس الكل. احنا هكا نوصلوا لختام حصتنا في البريماتينال، نتلاقاو غدوه في نفس الموعد ونفس التوقيت. نشكر برشا ادم المدب وسيرين حتيت القايمين على تامين الحصه هذه من الجانب التقني والرقمي. انا بعد شويه تلقوني في اولى فقط.